قريبا السويد أول مملكة من دون نقود، فالسلطات المالية السويدية طالبت البنوك بزيادة إصدار العملات الرقمية وبطاقات الائتمان لمساعدة الحكومة على دراسة واجتياز عواقب التحول إلى الرقمنة في مجال المدفوعات. فنصف تجار التجزئة في السويد يتوقعون رفضا تاما للتعامل بالنقد أو الكاش بحلول عام 2025، فيما يقوم البنك المركزي السويدي بتجربة عملة على الإنترنت تعرف باسم إي كورونا، وذلك للتقليل من استخدام النقود الورقية. ومع هذا التوجيه أو التوجه، دعونا مشاهدينا نلقي نظرة على آخر الإحصاءات. فخمس الشعب السويدي لا يستخدمون أجهزة الصراف الآلي لسحب النقود، وهناك أيضا أكثر من 4000 شخص قاموا بزراعة رقاقات تكنولوجية تحت الجلد في أجسامهم لتحل محل البطاقات أو بطاقات الائتمان والدفع والمفاتيح وما إلى ذلك من وثائق وبطاقات رسمية هامة، وحتى دفع ثمن الطعام وتذاكر القطارات. هذه الاستراتيجيات لا تنفذ السويد بمفردها، بل تتسابق مع بريطانيا وأستراليا لتحقق السبق بأن تكون أول مجتمع في العالم دون نقود. هذا السباق بين الدول الثلاث للتحول إلى أول مجتمع من دون نقود، جعلنا نسألكم مشاهدينا عن مدى استخدامكم للنقود، فكان هذا سؤال تصويتنا لليوم. إلى أيهما تميل في تعاملاتك المالية اليومية؟ النتائج جاءت كالتالي: 42% يستخدمون النقد في معاملاتهم اليومية، أما الأغلبية أي 58% فيستخدمون البطاقات الائتمانية. هذه نتائج التصويت حتى اللحظة، وبالطبع يمكنكم تغيير النتيجة بالمشاركة عبر حساب البرنامج على تويتر الظاهر الآن على الشاشة.